فبقول لحضرتك معدل التضخم 8%، وخلينا ما لا نختلف حول مش هنقف عندك عشان ده الجهاز المركزي بيقول. لا انا عرفت ليه واستقل من عند مبارك. لان ما بسكتش. ايوه مصمم. طيب ف 8% كان في الثمانينات في 87 وقت ما انا كنت وزير 23 بعد ما سبت 25 والى اخره، يعني اضعاف. طبعا ده احسن. المسألة الثانية ان كان عجز الموازنة في الفترة الثمانينات وصل الى 17% من الناتج المحلي الاجمالي، العجز المقدر الان في حدود 10%. فهذا الاحتياطيات اللي احنا بنتباكى عليها هي نزلت، وهذا امر طبعا غير جيد، ولكن ليس قطيرا او ليس يعني في غاية السوء. لا ليه؟ لان عندنا الاحتياطات الان تقدر بعد ما كان 36 مليار دولار بقت 20 مليار دولار. 20 مليار دولار دول يعني احتياطي يكفي واردات 4 شهور تقريبا، 4 شهور ونص. الدكتور علي اذكر انه في 85 او 86 ما كانش عندنا احتياطي يكفي لواردات شهرين.